صباح الخير، مساء الخير، مرحبا. مرحبا بكم إلى هذا الدرس. اليوم سوف نتعلم التعبيرات الخاصة بالزمن، تعبيرات الزمن. هيا بنا نبدأ. في اليوم عندنا جزئان، النهار والليل. نهار، نهار، وليل، ليل. الليل يبدأ مع غروب الشمس، عندما تغرب الشمس يبدأ الليل. النهار يبدأ مع الفجر، الفجر. الفجر هو الوقت قبل شروق الشمس بقليل، قبل شروق الشمس بقليل، هذا وقت الفجر، وقت الفجر. في هذا الوقت يوجد ضوء، نور، ضياء، لكن لا توجد الشمس، الشمس ليست موجودة. عندما تشرق الشمس، تشرق الشمس، يبدأ الصباح، الصباح، الصباح يبدأ مع شروق الشمس. بعد شروق الشمس بعشر دقائق يبدأ وقت اسمه الضحى، الضحى، وقت الضحى، بعد شروق الشمس بعشر دقائق، وهذا الوقت كله هو الصباح. ثم حتى الساعة الثانية عشرة يبدأ وقت الظهر. غالبا لا نستخدم هذه الكلمة في الوقت، نستخدمها لكن قليلا. ثم يبدأ وقت ما بعد الظهر، بعد الظهر، بعد الظهر هو في الساعة الثانية عشرة، منتصف اليوم. هكذا إلى العصر. العصر هو الوقت وقبل المساء، آخر جزء من اليوم، العصر. ثم يأتي المساء، يأتي المساء مع غروب الشمس، عندما تغرب الشمس يبدأ المساء. ثم الليل، الليل مع ظهور القمر والنجوم، نقول مساء ونقول أيضا أمسية، أمسية. ليل، ليلة. المساء مذكر ومؤنث، مساء وأمسية، لكن النهار صباح. نادرا ما نستخدم أصبوحة، ممكن نستخدم أصبوحة لكن قليل. ظهر، ظهريا. إذن مساء أمسية وليل ليلة. منتصف الليل طبعا نعرف في الساعة الثانية عشرة. سنقوم الآن ببعض التدريبات. من الممكن أن نستخدم ظروف الزمان للزمن الماضي والحاضر والمستقبل. مثلا نسأل صديقا، أسأل صديقي، صديقتي، زوجتي، متى نلتقي؟ هذا عن الزمن الحاضر والمستقبل. متى يبدأ الفيلم؟ طبعا حاضر ومستقبل أو مضارع ومستقبل. متى ذهبت، ذهبت إلى المطار؟ ماضي. متى رجعت من السوق؟ متى رجعت من السوق للماضي. الظرف الأول هو بعد، ونستخدم أيضا بعيدة، بعد وبعيدة للزمن المستقبل. بعيدة يعني بعد وقت قصير جدا، من دقيقة إلى عشر دقائق. انظروا هنا، هذا خط الزمان، هذا الوقت، هذا الحدث مثلا، هنا بعيدة وهنا بعد. مثال: بعد شهر أسافر إلى باريس،
نشرب الشاي بعيد العشاء. ننتهي من العشاء ثم دقيقة دقيقتين ونشرب الشاي. متى نلتقي؟ بعيد العشاء. متى يبدأ الفيلم؟ بعد الساعة السادسة. الظرف الثاني هو قبل، وعندنا أيضا قبيل. قبل وقبيل للحديث عن الماضي وعن الماضي في المستقبل. كيف الماضي في المستقبل؟ سأشرح لكم. قبيل قبل وقت قصير جدا، دقيقة إلى 10 دقائق. خرجت من البيت قبيل الساعة الثامنة، يعني خرجت في الساعة 8:57 وهكذا. انظروا هنا قبيل وقبل. سافرت إلى دبي قبل سنة. وصلت إلى البيت قبيل موعد العشاء، يعني قبل العشاء ب5 دقائق أنا وصلت إلى البيت. الآن الماضي في المستقبل، سأسافر إلى مدينتي قبل العيد أو قبيل العيد. في المستقبل لكن قبل، ماضي. الظرف الثالث خلال، أثناء، ماضي، حاضر، مستقبل. أثناء هو هنا، يعني خلال، خلال، داخل وقت معين. شاهدت التلفزيون خلال مساء البارحة. أمس مساء بين الساعة مثلا 8:11 كنت أشاهد التلفزيون خلال هذا الوقت. مستقبل، سأتصل غدا خلال، أثناء وقت الغداء. أو أتصل غدا، أتصل بك غدا، بك غدا، خلال، أثناء وقت الغداء. ظرف آخر هو عند، في، ماضي وحاضر ومستقبل. انظروا عند، في، وتماما بالضبط نفس الاستخدام. مثلا اتصل بي عند أو في الساعة 3:00 صديقك، صديقتك، صديقتك تحتاجك في شيء، ثم نحن أو أنت، أنت، أنا أقول لصديقي عفوا أنا الآن مشغول لو سمحت، اتصل بي عند الساعة 3:00. اتصل بي في الساعة 3:00. أنا أحدد وقت معين محدد. مثلا في الماضي قابلتها أمس عند، في الساعة 5. عند وفي هنا ليس ظرف مكان، بل هما يأخذان معنى الظرفية الزمانية، ظرف الزمان، الوقت. تماما بالضبط أيضا وقت محدد، تصل الطائرة الساعة 4:00 بالضبط. تماما وصلت الطائرة الساعة 4:00 بالضبط. تماما اتصل بي عند الساعة 3:00 تماما بالضبط. ظرف جديد، تقريبا، حوالي، قريبا من، ماضي وحاضر ومستقبل. يعني ممكن قبل قليل، ممكن بعد قليل. مثلا قد يتأخر الأستاذ حوالي 10 دقائق. قد يتأخر الأستاذ 10 دقائق تقريبا. تأخرت بسبب الازدحام 10 دقائق تقريبا. تأخرت بسبب الازدحام 10 دقائق. حوالي هذا ليس ممكن، هذا خطأ، لا نستطيع أن نستخدم بهذا الشكل. مثلا نلتقي قريبا من الساعة 8:00. أنا في العمل وعندي اتصال. نعم، ألو، أهلا وسهلا، صديقي يسألني، زوجتي تسألني، متى ترجع إلى البيت؟ متى نلتقي؟ يعني والله لا أعرف. نلتقي قريبا من الساعة 8:00 مساء. نلتقي قريبا من الساعة 7:00 صباحا. نلتقي قريبا من
وقت العشاء من وقت الغداء وهكذا. أيضا قريبا من هنا الظرف للزمان وليس للمكان. كلمة تقريبا دائما في آخر الجملة، كلمة حوالي في وسط الجملة. كان هذا القسم الأول من تعبيرات الزمان، انتظروا القسم الثاني. شكرا لكم، شكرا لدخولكم إلى القناة، شكرا لاستماعكم إلى الدرس. لا تنسوا الإعجاب بالتسجيل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء، في أمان الله، مع السلامة.